فصيل مع سيف. دونك كما قلت ان شاء الله العشيه بارتير من 5 في مقر نواة الحوار، كما قلت العنوان نتاعو قانون الماليه والجبايه تواصل ام اختلاف. هذا معناتها الموضوع يندرج في النقاشات اللي بدأتها نواة من مصايفة الفارطه، وهذا سنه نحب نخليوها موجوده ديما، خاطر اليوم من كل نهار احوجنا جمعة مره في الشهر على الاقل نهار الجمعه، نهار اسبوع معين نعملوا فيه نقاش. المواضيع كانت متنوعة، حكينا على الفلاحة، حكينا على الانتخابات، حكينا على غياب البدائل في تونس، واليوم خاطر نحبوا انه بما ان احنا وسيلة اعلام نحبوا نكونوا زاد قراب للاكتواليتي وشنو صاير. قانون المالية يظهر لي كنقطة حارقة معناتها في شهر جانفي 2023، لا من معناتها محتواه، لا من طريقة صياغته، لا من الكونتكست بوليتيك زاد اللي داير به. فكوسيلة اعلام طبيعي جدا انه معناتها موضوع كما هذا نخصو له حيز، وفي جوستومون في اطار الخدمه هذيا يعني تزامن خروج قانون الماليه مع المنتدى الاقتصادي الدولي دافوس اللي منظمه اوكسفام تخدم عليه، فحاولنا في شهر جانفي انه نخصو الجمعتين الاخرانيين كحمله هكا شويه على القانون الماليه من جانب، وعلى موضوع سياسات اللامساواه والسياسات الجبائيه في تونس. دونك هذا الكل يندرج في الاطار هذايا، دونك وهذايا الفاتحه نتاع نقاشات 2023 باش يكونوا فما ان شاء الله برشا في خضم العام هذا. به سيف عن اوكسفام تونيزي، نذكر لي انت مكلف بالتاثير في برنامج تونس في اوكسفام. كي نحكيو على قانون الماليه لسنه 2023، شنو اللي ريتو فيه مثلا مواصله في نفس السياسات؟ شنو هي لا كونتينيتي اللي لقيتوها فيه؟ أول حاجة نحب نشكرك على الاستضافة وليد، ونشكر عبد السلام معايا في البلاتو. كما قال فراس، الديبا يندرج في إطار حملة تنظمها أوكسفام في مختلف الدول في العالم، وتنشر تقرير كل سنوي اسمه تقرير اللامساواة. السنة الفوكيوس كالعادة على الضريبة على الثروة، والتقرير اللي يتنشر كل عام في جانفي على ضوء أشغال مؤتمر دافوس اللي يضم أهم الناس اللي تقرر في السياسات الاقتصادية في العالم، يكون فرصة باش أوكسفام توري للعالم وتوري للناس اللي موجودين تداعيات مختلف السياسات اللي تم اتخاذها على مستوى العالم على الناس، على واقع اليومي اللي تعيشه الناس. السنة في اونكور اون فوا معناتها التقرير فيه ارقام صادمه، واللي الغايه نتاعها ان بتظهر الناس انه القرارات اللي قاعده تتخذ على مستوى الكبير في العالم هذيك قاعده تاثر على الناس في واقعها اليومي. والتقرير هذا يصاحبوه جمله من الستوريز ولا من القصص اللي تحكيه، واللي تنجموا تلقاوهم على موقع اوكسفام اون تونيزي، واللي صورنا فيهم مع ثلاثه نساء توانسه اللي تاثرت، ونحاولوا ديما نوريو كيفاش القرارات اللي تتاخذ في مستوى كبير تنجم تاثر حتى على اصغر المستويات. جوستومون انا هذا وين حبيت نوصل. عاده نحكيو على قانون الماليه، نحكيو على الدوله الشركات، لكن في الاخير هي قرارات تاثر على الافراد، تاثر على المراه الفلاحه، تاثر على الفام دو ميناج، تاثر على العمل اليومي، على هذوما الفئات اللي يمكن اعتبارهم فئات دنيا ومستضعفة معناها. بالضبط وليد، وكما قلت لي تونس معناتها إذا كان نحطوها في السياق العالمي معناتها تونس من بين أكثر البلدان اللي تعاني في إشكاليات اقتصادية، في أزمة ديون ياسر كبيرة، واللي عندنا من أكثر الدول في العالم اللي تأثر بتداعيات الحرب في أوكرانيا. معناتها هالنقاط هذه الكل عندها انعكاسات، ممكن تو نلقى الوقت من بعديك باش نجم نعرج معناتها على النقاط هذوما، ولكن الفكرة نتاع الديبا جات في اون مارج دو قانون الماليه اللي تعدى، اللي مازال كي خرج معناتها في حاولنا ان نحطوا تونس في الاطار العالمي هذاك، بما معناه انه اليوم قانون الماليه من العناوين الكبيره اللي سمعناها انه قرار ضريبه جديده على الثروه 0.5% على العقارات، سمعنا انه فما تغيير للنظام نتاع الريجيم فورفيتير، فما تعديلات جديده، فما حاجات سمعنا حتى الاعتراضات من قبل المحامين ومن قبل مختلف القطاعات المهنيه على جمله من الاجراءات اللي
احنا كأوكسفام نعتبره رغم اللي فما بعض الاجراءات اللي هي باهية، ولكن في هذا في حد ذاته يقعد غير كافي، لانه الفلسفه اللي تتوجه في اطار اعداد قانون الماليه اونكور فوا في نفس الفلسفه احنا، ومره اخرى ما نطرقوش المواطن اللي فيهم امكانيه باش نجموا نعبي بهم موارد الدوله، ولكن نطرقوا الشباب الصغيره اللي ما فيهمش برشا خدمه واللي يهز بالضبط واللي في الاخر نلقاو انه شكون اللي يهز فيه الفردو هذا الكل؟ نلقاو المواطنين، الناس اللي تخدم، الناس اللي كيما حكينا بكري على روتوني على سورس، شكون الناس كونكريتمون اللي قاعده تخلص في الضريبه واللي ما عندهاش حتى فرصه لا للتهرب لا حتى شهر صحيح. لا ما تظنوش، وزيرة المالية قالت لهم وروني كيفاش يضر قفت المواطن، عاد ما نظنوش عاد. في تصريح صادم داير كان هو وروني ترى وروني. اي لما انا ممكن حتى باش نكمل شوية على اللي قالوا سيف، هو معناتها انه القانون المالي هذا فيه من شيرة حاجات اللي هي جديدة، لكن نحسوا انه الفلسفة العامة هي بيدة، وانه فما نقص حتى خيال في تصور الاجراءات. وعلى الستوريز اللي حكاوا مثلا، فما حكاية دارين فيديو على امرأة تونسية اللي هي عند معمل متاع هريسة اللي هي تتبيع في الهريسة، والسياسات العمومية اللي هي كما قال التاكسي هي أكثر من الناس لغت، تخلي أنه رغم اللي عندها مواطن شغل، رغم اللي عندها معمل، رغم اللي عندها أكتيفيتي، لكن هي تلقى روحها دو مير، معناتها تلقى أنه وضعيتها صعبة، رغم اللي هي تعمل في كل شيء باش تمشي المؤسسة متاحها وأنها تخدم عباد معه. هذا موش عادي. الشهادات كذلك الأخرى، المرأة اللي هي تخدم في الملاوي واللي الكلفة متاع المواد الأساسية ما عادش تخليها تنجم، خاطر كي باش تزيد لي الكلفة أنا يلزمني نغلي في السوم، إذا كان أنا باش نغلي في السوم باش نولي نبيع في حاجة اللي هي من المفروض شعبية بسوم حاجة غالية برشا، ما عادش نجم نبيع حتى بيع جيوة. بالضبط. دونك في الأخير تلقى القرارات اللي يتم اتخاذها على مستوى وزارة مالية، على مستوى قانون مالية، على مستوى ميزانية الدولة، تأثر بشكل مباشر سواء على المواطن البسيط، سواء على الشركة الصغيرة والمتوسطة، وزيادة على الشركات الكبرى، وزيادة على الميزانيات متاع الإدارات ومتاع الوزارات وغيره، لكن بالأساس على الفئات الهشة والأكثر هشاشة. بالضبط وليد، وحتى باش نضيف على كلامك أنه لي توندونس هذوما راه ماهمش في تونس برك، معناتها في العالم الكل، في العالم الكل الناس قاعده تتضرر، معناتها غلاء كلفه العيش بسبب الازمات المتكرره اللي قاعده تعيش فيها الانسانيه في 3 سنين الاخرانيين قاعده تاثر. فما ديجا اون ستوري نتاع مراه في اسبانيا اللي هي معناتها تخدم، معناتها الناس اللي تشتغل بعمل دؤوب كل يوم، ولكن غير قادره تقول لك انا راني، تقول لك راني شريت حوايج قدوم باش نجم ندفى، لاني انا غير قادره اليوم باش نخلص كلفه الغاز مثلا، باش نجم ندفي صغاري. واذا كان نقول لك اذا كان ناخذوا الكبير معناتها الجلوبال ونطبقوها على تونس، لانه في 2021 مثلا ماريناش شركات كبار عاشوا الازمه، معناتها رينا بالعكس رينا ارتفاع في ثروات العشرة الاولى معناها. بالضبط. وحتى الشركات الكبيره مثلا عندنا في تونس السنه ازمه على في السريال، في الحبوب، وفي متابع الزيوت، ولكن الشركات اللي تخدم في الاجرو اليمونتير الكبيره من غير ذكر حتى اسامي، نراو في مداخلها اللي قاعده ترتفع حتى العالميه، حتى اعتقد لك في ديما من العالم ونراو تونس. هذا الكل اون كونتر بارتي، كي نحكيو على المساهمه الجبائيه نتاع الناس اللي تربح الفلوس هذوك الكل، كي ناخذ انا رقم مثلا موجود في التقرير انه واحد كيما ايلون ماسك يخلص 3% اداءات في العالم، معناتها في العام، من غير المعقول انه عبد اللي عنده تويتر مثلا انه يخلص 3%، وان كونتر بارتي نراو انه موظف سامي في الدوله التونسيه مثلا يخلص فوق 40% روتوني على سورس. في الاول قلت نحب نضع تونس في الوضع الاقليمي والدولي، احنا ديما عندنا نقص او عجز في من الستينات والسبعينات، ديما كان عايشين وحدنا في العالم. يعني نعرف انه الدول مثلا اللي تتشابه اكزامبل مثلا باش تعمل قانون ماليه في فرنسا لازمك تعمل طلع على قانون ماليه، ولا التوجهات نتاع الالمان ومتاع البلجيكيين ومتاع الاقتصادات اللي تشبه لك. احنا في تونس ما عندناش الحاجه دي، اما ما تحسش انه بالرسمي ما تحسش انه كانه نوعا ما حركه عالميه احنا عملنا ولا ما عملناش. نحن نعرف توجه اوكسفام الانحياز نوعا ما للطبقات
فقيره وتقول لك انه 1% يقسم 41 تريليون دولار اللي هي نص ثروه العالم. ما تحسش كي نشوفوا مصر مثلا يجيها صندوق النقد الدولي يفرض عليها انها تنحي الدعم، المروك نحت الدعم على المحروقات، ما تعمل ليش شركات عموميه، حاول تبيع، نحي لي هالرول الاجتماعي نتاع الدوله. ما تحسش انه كورون قاعد يمشي اقوى من الناس كل معناها. صحيح جزئيا، لانه فما كما حكيت عبد السلام لي كونديسيوناليتي، الشروط نتاع المقرضين الدوليين اللي هي تدخل في السياقات هذه. ولكن حتى بعيدا على السياقات هذيك، مثلا في تقرير اوكسفام من الحاجات اللي كانت كلمه كي فاكت هو انه يقول لك 5% لو نجموا نفرضوا ضريبه استثنائيه 5% على اغنى 1% اللي كنا نحكيوا عليهم من البشريه، نجموا نوفروا 2.7 تريليون دو دولار، اللي هو قادر انه يقضي على المجاعه في اسيا وافريقيا مثلا. 2.7 معناها برسك ميزانيه الدول الافريقيه. صحيح، معناتها كي نشوفوا انه من 2020 لليوم ال 1% هذيك تزيد كل يوم ثورتها ب 2.7 مليون دولار كل يوم. معناتها تفهم اكيل بوان لي ديمونسيون. بعدين كان جيك بوتيتر الفولي فيسكال، معناتها فما بوتيتر انت حكيت على فرنسا وحكيت على المانيا، ولكن فما بلدان اخرين اللي يشبهوا لنا ولا بامكانيات ضعيفه، ولكن قدروا انهم ينجموا يعملوا بوتيتر ايبوش نتاع اصلاحات، لابينات نتاع اصلاحات صغيره اللي هي قاعده تحسن كونكريتمون في الواقع نتاعها. نحكي مثلا على ايران والا على الجزائر والا على اللي هم في ديزغوم بتاع حقوق الانسان، ولكن نحن نحكوا التوجه الاقتصادي مثلا. انه فما في التقرير ولهنا نحب نعرف، سامحني وليد كان احتكرت الكلمه، هو ان اوكسفام تخرج زوز تقارير في العام، اهم زوز تقارير، التقرير اللي في يخرج في دافوس في شهر جان في عاده على المساواه، وتقرير في شهر اكتوبر اللي هو اسمه كوميتمنت اوف ريديوسين انيكواليتيز، هو مؤشر الالتزام بالحد من المساواه، اللي فيه اون سور دو كلاسمون يصير سولون ثلاثه مواضيع رئيسية: العدالة الضريبية، الانفاق الاجتماعي، وحقوق الشغل وحقوق المرأة. دوك في فما ترتيب يصير معناتها في العالم، فما بلدان اللي في عام 2022 نجمت تحسن في الترتيب بدي مزور سامبل، انه مثلا ولاو فما ديكلاراسيون الكترونيك، الديكلاراسيون فيسكال تصير الكترونيك. هذا قلت لك ديتاي صغير اللي كيفاش ينجم مجرد استعمال لوجيسيال اللي يعمل كروازمون تاع الدوني ينجم يربح البلاد برشا فلوس لتعبئه موارد الدول. سبقتني شويه سيف. لا على خاطر انا جوستومون هو لو ديبا اليوم اللي باش يصير ما بين المواصله في السياسات وما بين لا روبتور معناها المقاطعه. شنو كان ينجم يكون في قانون المالية سنة 2023 اللي كان يخليه أكثر عدالة جبائية، أكثر رعاية للفئات الأكثر هشاشة؟ بالمقابل نعرف اليوم الإكراهات اللي نحكي عليهم الكل في مستوى تعبئة موارد الدولة، في مستوى تمويل الاستثمار نحكي عليه، في مستوى الاقتراض لتسديد الديون وغيره. شنو اللي كنا نجمو نعملوه وما لقيناهش في قانون المالية 23؟ كنا مثلا كنا نجمو نعتمدوا ضرائب تصاعدية على العقارات مثلا، هذه حاجة كانت تنجم تعبي جزء من الموارد، لأنه كي نشوفوا أنه مثلا ضريبة على الثروة هذاك أتنجيوه موضوع ضريبة على الثروة باش نحطه في الإطار مع المبادرة اللي موجودة في قانون المالية، لأنه وكما نرجع لك للكي كلمة اللي هي غير كافي. فما نوايا لي زانتونسيون سون بارفوا بون، ولكن في التطبيق انت اليوم في قانون الماليه تجي تقول لي باش نعمل 0.5% على العقارات، لا حددت لا وضحت لا وضحت الحجم لا وضحت المساحه. مثلا من الحاجات اللي عانى في اللي فوق 3 مليون اللي فوق اللي قيمتها مليون. فوق 3 مليون دينار، ولكن قيمتها لاني قيمتها كارض معناتها سولون لا سوبرفيسي، الان ارض في اللاك ماهيش كيما ارض في القصرين مثلا، ماهمش نفس هما ما بيكونش عندهم نفس القيمه، رغم اللي المساحه تنجم تكون تشبه. مثلا من الحاجات اللي نعتبروها لاكون في تونس انه الزبله والخروبه مثلا نخلصوا الناس الكل على ارض، فماش قيمه الارض تخلص على عندك ارض تخلص عليها قيمة. لو كان جينا نخلصوا بقيمه تصاعديه كل حد سولون لا فالور كونكريت نتاع الارض هذيك، هذا ينجم يعبي مثلا موارد الدوله. لو ان نقدروا باش نخلطوا توازن نسبي مثلا بين شنو يدخل، كما كنا نحكيو على فكره الاطار السامي، شنو يدفع اداءات وبين شركه تربح في برشا فلوس. بعد كي نلقاو انه لو نجموا نخلطوا
نظام تقريبيا عادل بين شنو بين الضريبه على بين الضريبه على الدخل وبين الضريبه على الشركات. نجموا نخلقوا ونعبي من الدول، لانه انا من الارقام اللي تفزعني هو انه تقريبا في عام 2021 11% برك من المداخيل الجبائيه للدوله جات من الضريبه على الشركات، اون كونتر بارتي 45% تجي من الضريبه على الدخل. حتى اون تيرم دو بروبورسيون الشيء بعيد على بعضه برشا، معناتها هذه الحاجه الثانيه. حاجة ثالثة ونتعدى هي دعم إدارة الضريبة، لأنه عندنا مشاكل نتاع الموارد اللي تخلي إدارة الضرائب تنجم تراقب بالشكل الكافي. بالضبط. كي نحكي على فكره الارقام حكينا عليهم في اكثر من مره، سواء على مستوى الموارد البشريه، سواء على مستوى ليزورديناتور، سواء على مستوى السيارات، هذايا الكل عندك اداره ضرائب اللي هي ما عندهاش الامكانيات باش تراقب الكم الهائل من الشركات والاشخاص. بالضبط هذا هو معناتها. وزاد وهذايا زاد يحل لنا بعديك ممكن النقطه اللي اذا كنت ندخلوا فيه الدبا نتاع حجم كتله الاجور ونحكيوا على لي فيمي، معناتها هذوما الكل باش تعرفوا اكثر تفاصيل. نعاود ندعيكم باش تحضروا جينا انا فونكو حببنا انت في الحضور زاد. لا ما هو زاد حتى في ناس في اطار الديبا، معناتها حتى نذكر بالضيوف اللي باش يكونوا موجودين. دونك باش يكون سيف موجود، باش يكون امين بوزيان اللي هو مختص في السياسات الجبائيه، وسوسن الجعدي اللي هي مناضله وخبيره في الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. انه ابعد من قانون الماليه زاد باش نطرقوا الجوانب يعني النوافذ، يعني انه قوانين الماليه هذه وتواصل السياسات شنو ياثر مثلا على الجهات، شنو ياثر مثلا على النساء اللي هما معناتها دي كاتيجوري اللي هما كيعيشوا نيجاليتي وحيعيشوها اكبر، معناتها خاطر وراها معناتها مراكمات اخرى. فهذايا جانب زاد باش يكون موجود. كذلك زاد نتصور حتى معناتها في اخر النقاش يكون الباب زاد للحضور انهم يطرحوا الاسئله نتاعهم، زاد خاطر من المواضيع الحارقه زاد هو تونس والفمي، معناتها انه نعرفوا انه في مفاوضات من عمناه ولا تصحح ما تصححش، كان في ديسمبر ومن بعد ما ولاش في ديسمبر قانون الماليه لك، معناتها زاد الباك جراوند هذا يهم الراي العام اليوم، واللي زاد ما تنتصور انه باش يكون زاد عليه حديث. والاداره الحوار باش تكون من سميح الباجي زميلنا اللي خدم سابقا معناتها على النقاط هذيا، واللي جوستومون باش يحاول يهز للاثنين هذوك. هو انا مش باش نحكي في الكونتوني نتاع النقاشات، ولكن مهم جدا انه على الاقل عندنا وسيله اعلام فاهمه انه دور الاعلام مش تهبط خبر وكهو، معناه انه هذا النوع من ليزيفينمون مهم جدا، لانه على الاقل اليوم مش عندك بلاتفورم معناها راهو الوظيفه نتاعك تهبط الاخبار وتمشي على روحك، معناها تعيط لك الخبراء تجيب لك ناس اللي يحب يسال يجي يسال، ديبا كبير هذا ينجم موضوع مهم جدا بالضبط. اي معناها راهو وسائل الاعلام راهو هذاك، علاش نحن بعد الثوره نوعا ما تحسوا كانوا ستيريليزي، معناها تحسوا يبيد في الهواء ان صحت العباره. معناها انا جست النقطه اللي تو ترقلها في راسه حتى سيف حكي عليها، موضوع صندوق النقد الدولي والمفاوضات اللي ما عندناش عليها معلومات كبيره للاسف، لكن المفاوضات من ناحيه متعثره بالرغم من اللي البعض من اللي عندنا من معطيات كونه الدولة التونسية عاطية الطوع، يعني موضوع ترشيد الدعم تحكي فيه، موضوع التفويت ثلاثة أسطرة تحت التفويت في المؤسسات العمومية، كريستالينا جورجيفا كانت قالت اللي رسالة تعرض عليها بطواعية من الجانب التونسي، هذايا الكل يخوفكم على الأقل كنشطاء في مجتمع مدني سيف؟ يخوفنا اي معناتها يخوفنا، وكنا معناتها نحاولوا سولون المتاح زاده معناتها محاوله التاثير في شكل من الاشكال على مختلف البرامج. مثلا عندنا قابلنا لو اف ام اي اوسي، ومعناتها هو الاف ام اي كيما قلت معناتها هو يعطيك الحاجات كيما هي،
فهمت. وانت من بعديك ساعات اوني بلو رواياليست كو لو روا كيما قلت مثلا فكره لي فامي يقول لك على وظيف نحكي لك نعطيك مثال كونكري مثلا نحكيو على كتله الاجور يقدم ديما في تونس معناتها يتم تقديم انه التهديد رقم واحد للنمو الاقتصادي في تونس هو كتله الاجور ولكن بالارقام العموميه اي كتله الاجور في لاني تاخذ نسبه كبيره من موارد الدوله لكن النسبة هذية مقارنة بنسب متاع بلدان أخرين اللي هي في تونس تقريبا نحكيه على 524 موظف بالنسبة للعشرة اللي في سيكن في النرويج مثلا أبعد إكزامبل 1534 على السيكن هو على كل 10000 سكن هو يقول لك الفمي يقول لك وقتاش تولي مشكلة الوظيفة وقتاش تولي المشكلة كتلة الأجور لأنك ما تعملش في نمو اي انا كيفاش نعمل نمو وقت اللي انا عندي الصحه مضروبه والتعليم مضروب والقطاعات اللي هي اللي قادره الدوله ما استثمرتش في حد شيء عندها 20 سنه كيفاش نجم نعملوا انا هالديفلوبمون هذا وبالعكس توا فرض عليك نوع من التقشف معناها صحيح وحتى اللي راهو اللي شيفر راهو ما يكذبوش معناتها من عام 2013 ل 2022 1.3% معناتها كتله الارتفاع في الوظيفه نحي العامين الاولانيين نتاع بعد الثوره فما اسباب اخرين ولكن في من 2013-2022 1.3% اللي هو من أضعف المعدلات معناتها في إفريقيا وفي العالم العربي معناتها on le présente كفو بروبليم بعديك أنت مشكلتك الأساسية هي مشكلة خلق ثروة وهنا زادة يمكن نسبه شوية الكلام زادة فهم مشكلة متاع نجعة على مستوى عندك إدارة اللي هي تتكلف برشا لكن بالمقابل إذا كان ما نحكيناش اللي هي أنفران اللي هي حاجز قدام معناها النمو فاني ولكن انت ما تنجمش تقدم زيد وليد وانت عندك كل عام قاعد تنقص في عدد الموظفين في الصحه اللي قاعدين ينقصوا كل عام الديفيسيت نتاع عدد المعلمين من ولد عمي ولد 8000 سنه نحكيو على 9000 معناتها ما تنجمش الدوله تقدم وانت معناتها لي لوفي دو لا رولونس ايكونوميك هما انت بشنو اما كل عام تعمل ريكروتمون في الداخليه صحيح معناتها اللي حتى في وقت الكوفيد معناتها مثلا في ناخذوا ميزانيه الصحه نحكيو ارقام ميزانيه الصحه السنه يقال ان ارتفعت بارابول العام اللي فات ولكن هي كونكريت ما ارتفعتش لانه فما تضخم اللي صار في الميزانيه بالفالور نتاع الدينار ولكن ارتفعت بارابول العام اللي قبله لانه ولت عم ناول بعام العام الكوفيد دونك اون اتريبي امكانيات استثنائيه في عام معناتها نقصت باركونتر الداخليه في عام 2021 ارتفعت 21.8% والشيفر هذايا معناتها ينجم يعكس تقريبا 21 راك معناها خارج من ازمه نتاع الكوفيد نتاع كوفيد اول اولويات معناتها قلت لك لهنا ذي نجم يلخص الاراده السياسيه هو انت كي تشوف رئيس الجمهوريه انه يعيط يتقابل مع وزير داخليه ورئيس الحكومه و يعني وزير داخليه ورئيس الحكومه ثم وزير الاقتصاد وزير الماليه والبيئه والفلاحه والتعاون الدولي كل والتخطيط تجهيز هذوكم كل سامحني رقم اخر سيدي. يفجع وليد هو افجعنا ميزانيه الاستثمار مثلا في تونس هي 13% سنه اللي هي ثاني اقل نسبه في 60 سنه الاخرانيين اول اقل نسبه في 2022 انا باش ما تمش نكمل على هذا يعني ونختموا انه فكره انه زادك على مستوى رسمي مثل الكلام نسمع فيه وكانه قدرنا انه نقبلوا اللي باش يقوله لنا صندوق النقد الدولي كانه انه ما عندناش الفضاء انه نخموا في حاجات اخرى وهو كما كان يحكي معناتها فما برشا ارقام اللي تقول عكس هذايا والحوار زاد اليوم فرصه انه باش جوستومون نقول لهم الحاجات هذوما انه راهو ماهوش الناراتيف هذاك صحيح 100% فيه برشا حاجات لازمها تتراجع هذاك لازمكم تجيو الخمسه نتاع العشيه في تونس بالفدير مقر نواه حوار كل حول السياسات الجبائيه في قانون الماليه لسنه 2023 ما بين الانقطاع والمواصله شكرا فراس الكافي مكلف بالاتصال في نواه شكرا سيف بن تيلي مكلف بالتاثير في برنامج تونس اوكسفام تونيزي جزيل الشكر لكم بعد شويه صفيه المحرر بساعتين موجز من ساعتين ونص على اكسبريس اف ام راجعين في اخر جزء من الاكسبريس راجعين مع منال الغربي وريم بدوي في زوم فرانشيز موصل معكم حتى المتلفة.